نبدأ بقى أخبارنا ونروح على طول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللي بيختتم تدريباته في الإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز المحدد لها مساء غدا إن شاء الله على لقب السوبر المصري. والمران هيبدأ النهاردة الساعة 7:15، يعني بعد البرنامج بربع ساعة تقريبا بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد اللي هتقام عليه المباراة. تقرر طبعا على حسب البروتوكول يعني السماح لوسائل الاعلام بحضور الربع ساعه الاولى من فقرات المران فقط وفقا لتعليمات اللجنه المنظمه لمباراه السوبر المصري. يعني طبعا دي المعتاد، اللجنه المنظمه بتطلب ربع ساعه اللي هي ما بتبقاش فنيه، التسخين بتاع التمرين يعني. وبعد كده نروح للاجتماع الفني الخاص ببطوله كاس السوبر المصري ومباراه الاهلي وبيراميدز، برضو النهارده كان في استاد محمد بن زايد بحضور مندوبي الفريقين ومسؤولي مجلس ابو ظبي الرياضي للتاكيد على كافه الاجراءات التنظيميه الخاصه بالمباراه وموعد وصول الفريقين لارض الملعب والمغادره ومراسم التتويج. حضر الاجتماع من النادي الاهلي طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وكابتن سمير عدلي المدير الاداري وماهر عبد العزيز اداري الفريق والعميد علاء صلاح المنسق الامني. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ان يرتدي الاهلي زي التقليدي طبعا المقام من القميص الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر، فيما يرتدي حارس مرمى النادي الاهلي الزي البرتقالي بالكامل، وفريق بيراميدز هيرتدي الزي الازرق بالكامل وحارس مرماه هيرتدي الزي الاخضر بالكامل. يعني طبعا الاستعدادات والتنظيم في الامارات ما فيش اي حد يقدر يختلف عليه، يعني على اعلى مستوى. انت بتشوف اجواء عالميه في الامارات، طبعا جمهور النادي الاهلي في الامارات زي مصر بالظبط، هيمنا الاستاد وكل حاجه هتبقى على اكمل وجه ان شاء الله. نروح بقى لخبر تاني ايضا معانا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي رئيس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالامارات، حرص على اهداء السفير المصري بالامارات السفير شريف عيسى درع وعلم النادي الاهلي وذلك على هامش حضور جانبا من تدريبات الفريق امس. ووجه طبعا دكتور مهند مجدي الشكر لمعالي السفير المصري بالامارات على المجهود اللي بيبذله، الحقيقه يعني ده العادي من سفارات مصر في كل العالم. ومنذ وصول بعثه الفريق لدوله الامارات العربيه الشقيقه اعلى تنظيم واعلى سبل الراحه من السفاره ومن دوله الامارات، حاجه جميله على اعلى مستوى. يعني طبعا اكد دكتور مهند مجدي على تقدير مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب للدور الكبير اللي السفاره المصريه بالامارات بتعمله وتوفير كافه احتياجات بعثه الاهلي منذ وصولها ابو ظبي لخوض مباراه السوبر. واكد السفير المصري بالامارات تقديره لتواجد النادي الاهلي في ابو ظبي واقامه السوبر المصري في دوله الامارات العربيه الشقيق. يعني العادي بتاع كل السفراء في مصر بصراحة، احنا عمرنا ما رحنا مكان، وخاصة الامارات برضو يعني خاصة دولة الامارات شعبها بنحس ان احنا واحد وطن واحد وقلب واحد. يعني نروح بقى لواحد من نجوم النادي الاهلي اللي قرر يزور بعثة الفريق ويحضر المران، كابتن وليد سليمان نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي حرص على حضور جانب من تدريب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي اللي طبعا كان امبارح الاربع على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات. حرص كابتن وليد سليمان على مشاهدة جانب من التدريب ومصافحة اللاعبين والجهاز الفني بعد نهاية المباراة، طبعا ده جزء من دعم كابتن وليد سليمان للفريق قبل لقاء السوبر. يعني كعادة نجوم النادي الأهلي اللي بيبقى عندهم الفرصة ما بيتأخروش لحظة في إن هم يبقوا داعمين للفرقة، يبقوا ورا الفرقة، يبقوا في ظهر الفرقة. كابتن وليد سليمان خبرة كبيرة جدا جدا، كابتن وليد سليمان لاعب تاريخ كبير في النادي الاهلي، لاعب من اساطير النادي الاهلي، من امهر اللعيبه كمان اللي كان ليها دور في الملعب مهاري كبير جدا، وكان ليها دور بقى بره الملعب كاحد كباتن فريق النادي الاهلي ولسه مستمر لحد دلوقتي.